بأرض الأماني وينتر ويندرلاند. الأماني راح تكون واقع بوجود أهم الفعاليات العالمية وهي فعالية مارفلز. كيف شافوا أهل الرياض هذه الفعالية؟ خلونا نشوف. وصلنا اليوم الوينتر ويندرلاند، أرض الأماني والأحلام. اللي حققت أمنيات كثير من الناس، ابتداء من أبطال مارفلز اللي صاروا عندنا بالرياض. واللي بيعيشونا معهم تجربة ما رح ننساها، تبدأ بالتدريب على المهارات الخارقة الخاصة فيهم، وبعدها رح ياخذوك في جولة عشان تنقذ العالم من الكوارث. كل هذا ولسه في كثير في وينتر ويندرلاند، بس تخيلوا.